السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخواننا متتبعي قناة نوستالجيا تي في، مرحبا بكم من جديد. اليوم في هذا الفيديو الجديد ندير معكم واحد الجولة هنا في شارع محمد الخامس، سيدي سليمان شراعة. فوتو على في الأجواء ديال هذا الشارع كي دايرة، وبالمناسبة نفوتو على الرومبو ديال القنطرة اللي كتدي من الطريق تاع زاغين والقشلة والقنطرة وكتجيب لسيدي سليمان. مناسبة تركيب المجسم الجديد اللي تشنو الرمز اللي يدير تما ديال الكرة الحديدية، نشوفو معكم الأجواء من هنا ونشوفو ذاك الرمز اللي تركب جديد هذا النهار، تيرين حدايد والكرة الحديدية. دير معكم واحد الجولة الإخوان في هذا الفيديو، ديكم معنا في ذيك الطريق الجديدة حتى القشلة، ونفوتو على الطريق واد شراعة، شوفوا الأجواء مدينة بركان. إخواننا مهم خليكم مع هذا الفيديو، مرحبا بكم معنا وإلى فيديو آخر إن شاء الله. وما تنساوناش كالعادة باشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش معنا ليصلوا كل جديد، وديروا إعجاب للفيديو وتعليقات لمعرفة آراءكم واقتراحاتكم، وشكرا لكم.